عرفت بلدية سيدي بالعباس مناسبة من نوعها بزواج بين شيخين في آخر العمر من دار المسنين بسيدي بالعباس، حيث عرفت المناسبة فرحة عارمة بعد إيفاء جميع الإجراءات، وتم عقد زواجهم بحضور مدير النشاط الاجتماعي ومدير دار المسنين ورئيس بلدية سيدي بالعباس إلى جانب بعض من السلطات المحلية ونائب رئيس الفيدرالية الجزائرية للسلم والإنسانية، حيث تم عقد قران بين شيخ وعجوز المسمى عم علي وخالتي عائشة في آخر عمرهما من أجل إكمال بقية العمر مع بعض.